اولا دكتوره شكرا لكم على هذه المبادره الانسانيه. مرحبا بها. مرحبا. نتكلموا على هذه الحمله ديال تبرع بالدم اللي نظموها جماهير الوداد. هذه الحمله هذه ماشي غريبه على جماهير الوداد، لان هذه من دابا 5 سنين وحنايا كنتعاملوا معاهم، فكنا في الاول حنا اللي سباقين النداء ولبوا النداء، ومن بعد ولاو هما اللي سباقين لهذه العمليه ديال حملات التبرع، لانه ولا عندهم واحد الحس بالمريض، لان حنا كنعرفوا كالرياضي الحقيقي راه عنده روح رياضيه ماشي غير في الرياضه بوحديتها، لكن كيكون عنده العمل الانساني اكثر. فتربات معاهم الثقافه ديال التبرع ديال الدم، ولاو هما من ذات راسهم كيجيو عندنا باش يقولنا بان خصنا الحمله، ولا عنده واحد الحس اخر بالاوقات اللي كتكون عندنا فيها الازمات، اللي كتكون كتزامن مع خاصه مع العطل، ودابا حنا هذه السيمانه في العطله ديال الدراسيه، فقل عندنا توجه للمراكز ديال التحقن خاصه في الدار البيضاء. ففريق الوداد او المشجعين ديال فريق الوداد هما شركاء ديالنا، اذا شركاء ديالنا في هذه المحنه ديال الخصاص ديال الدم، وشركاء في انجاح عمليه تبرع الدم وانجاح ترسيخ ثقافه التبرع. مباشره كديروا الاعلان استاذه، كيفاش كيكون رد الفعل ديال الجماهير الوداديه الان؟ كيكون واحد رد ديال الفعل كيكون انستونطاني، واللي جميل في هذا الشيء كامل اننا ما بقيناش كنتحملوا العناء ديال التنسيق، لان ولا عندهم واحد التنسيق بحال الا بغيتي نقولوا في الويد تري تري في الويد، يعني ولا واحد لو سيركوي ويلي، ولو تبارك الله كيعرفوا لو سيركوي ديالنا كيفاش كنديروا اشنو خاصنا، فكيولينا كنربحوا الوقت بزاف حاد، وكتولي العمليه انجع. المراحل اللي كيدوز منها المبرع يعني اللي كيتبرع بالدم، المتبرع اول حاجه خاصو يكون عنده ان امباكت، يعني كتكون واحد التحسيس كتقوم به الخلايا ديال مشجعي الوداد، فمني كيجي عندنا هنا كيدوز طبعا عند الطبيب باش يشوف واش، لان مهم عندنا سلامه ديال المريض وسلامه ديال الكيس وسلامه ديال المتبرع طبعا، اذا خاص يكون عندنا هادو السيركوي كله سليم، فكيدوز عند الطبيب كيشوف لي ليجيبيليتي ديالو واش يقدر يعطي، لان كاين اشياء اللي كتحبس تبرع بالدم بطريقه مستديمه، وكاينه حاجات اخرى اللي كتكون غير غولاتيف يعني كايام ولا شهور، فكنشوفوا مع الطبيب من بعد ملي كيدوز كيقدر يعطي الدم، فكيتسجل، ملي كيتسجل كيدوز لعند لي زانفيرميير ولي زانفيرميير، يعني عندنا لي دو، وكيتقوم بعمليه ديال التبرع، من بعد عمليه التبرع كياخذ واحد الوجبه خفيفه اللي في نفس الوقت السير دو سيرفيونس، يعني كنحضيو بعض المرات كيكون دي ماليز، كيكونوا شي مشاكل كتكون مؤقتة، وفي نفس الوقت كنقوموا بالعملية ديال التحسيس مع كاين ناس كيجيو معهم الأطفال، كيجيو معهم ناس أقل من 18 عام، فهما المتبرعين اللي ماجيين. شنو تقولي للناس يا أستاذة باش أنهم يتبرعوا بالدم؟ الناس محتاجين. نقول لهم بأن التبرع بالدم هو قار، والاحتياج اللي بغيت نقول الاحتياج بالدم هو قار، وحتى شي واحد فينا كاملين ما هو في منأى على الاحتياج بالدم، يعني نقدر ما نحتاجوش اليوم غدا نحتاجو الله يحفظ. فباش نحيدوا علينا هذا المشكل هذا، فخصنا نديروا واحد المخزون، والمخزون ما يقدر يكون عند المتبرعين المتطوعين، فكنطلب منهم يتوجهوا لجميع المراكز ديال الدم في المغرب كامل ماشي غير الدار البيضاء. حقيقه الدار البيضاء هي مدينه كبيره والاحتياج ديالها كبير، وهي مصب ديال المرضى ديال المغرب كاملين، لكن اللي عنده شي وقيته واحد 8 حتى 15 دقيقه كتخليه يقدر يعتق ثلاثه ديال الناس، وهذه ماشي شي حاجه اللي بسيطه. وبالنسبه لهذه الحمله هذه اللي قام بها الفاصيل ديال الوينرز، فهي حمله اجتماعيه عندها ابعاد انسانيه كبيره، لانه كما كنعرفوا بانه هذه القطرات ديال الدم اللي كنتبرعوا بها اليوم تقدر غدا تكون هي المنقذه لحياه مجموعه ديال الاشخاص اخرين. كيفاش جاتك الفكره انك جيت تبرع و كما كيقولوا فجينا لبينا الواجب الانساني اللي هو الاول. الواجب الانساني لاننا الحمد لله حنا في دوله اسلاميه اللي دائما خاص يكون بيناتنا التاخي والتعاظر، ومن المساله الثانيه فادينا الواجب ديال الفاصيل ديال اللي كيمثل جميع جماهير نادي الوداد الرياضي، رغم انني لا انتمي لهذا الفاصيل، ولكن هذا الفاصيل كيمثل جميع جماهير الوداديه. شنو رايك في هذه القضيه ديال القرار ديال انهم غادي يهدموا هذه القاعه هذه؟ بالنسبه لهذه القاعه، بالنسبه لهذه القاعه الرياضيه اللي معروفه بالقاعه ديال الباسكت ديال نادي الوداد الرياضي، المجموعه ديال الملاعب اللي تم الهدم ديالها، فهذا غادي تبقى واحد الدوس متعار في حق مجلس المدينه ديال مدينه الدار البيضاء،
لانه بحال هاد القاعه وواحد المجموعه ديال الملاعب اللي شهدوا على مجموعه ديال التظاهرات ومجموعه ديال الجوائز ومجموعه ديال الانجازات خصوصا بالنسبه للنادي الوداد الرياضي فرع كره السله. فهي اليوم بخلال ما سمعنا مؤخرا بانه جاء قرار ديال الهد، فما قدامي الا نقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا الشيء راه عيب وعار. هاد القرار غضب الجماهير الوداديه اكيد، وهاد القاعه هادي يعني مره تديروا فيها الاعمال الخيريه اعمال انسانيه بحال مساله طبيعيه انه هاد القرار هذا غادي يغضب جماهير نادي الوداد الرياضي، لان هاد القاعه كما قلت لك شاهد على مجموعه ديال الذكريات وديال الالقاب وديال الانجازات اللي حققها نادي الوداد الرياضي. فما يمكنش اليوم هذا، بالعكس هاد القاعه راه خاصها تكون كمتحف، يجيو الناس يجيو جميع الاجيال يقولوا بانه نادي الوداد الرياضي هنا راه كان كما كنقولوا هاد القاعه كانت شاهده على مجموعه ديال الانجازات ديالو، هاد القاعه كانت شاهده على مجموعه ديال الاعمال الاجتماعيه اللي منها هاد الحمله ديال التبرع بالدم اللي كيقودها الفاصيل ومجموعه ديال الاشياء. اذ بنا كنتفاجئوا بان بحال هاد القاعات اللي عندها تاريخ كبير اليوم كيجي قرار بالهدم ديالها، يعني ما شي حاجه اللي كتعز في النفس. اولا شكرا لك على المبادره الانسانيه. ماشي مشكل، بارك الله فيك. كل فرح، بارك الله فيك. شو تقولين على الحمله ديال التبرع بالدم؟ مزيان، خاص بنادم كلشي يبدا يتبرع بالدم، لان مزيان كتنفع به واحد اخر مسكين مريض ومحتاج محتاج للدم. خاصنا نتعاون، خاص تكون فينا روح الانسانيه، بنادم يكون متضامن ويكون كيتعاون مع اخوه المسلم. انت مباشره سمعتي النداء جيت تبرع؟ جيت ديما مرة كتبرع؟ مرة كنتبرع، أنا عندي كل أربع شهور خمس شهور كنمشي نتبرع في المركز ديال تحقن الدم. شنو رأيك في القرار ديال أنهم قالوا غادي يهدموا هاد القاعة؟ لا ما خصهمش يهدموا، خصها تبقى قاعة رياضية. لأن يعني فيها الأعمال لا أعمال خيرية والدراري كيتعلموا فيها شحال من حاجة نقية، ما خصهاش تهدم. شو تقولي للناس إلا باش أنهم يمشيو يتبرعوا بالدم؟ كنطلب من الناس كاع اللي عنده في استطاعته باش يتبرع يمشي يتبرع. نعرفوا الاسم ديالك الله يخليك. مصطفى عنبو. سي مصطفى، انت اللي مقابل هذه القاعه؟ هي ياس. شحال مده انت مقابل هذه القاعه؟ سي 16 سنه. 16 عام. اه. شو رايك في هذه الحمله اللي داروا الجماهير الوداديه؟ الجماهير هذه راه ماشي غريبه على الجمهور هذا. هذا الجمهور هذا راه ديما كل عام تيديروها، هما تيديروها دو فوا ولا تروا فوا في العام تيديروها. لمده دابا واحد 8 سنين او 9 سنوات هما تيديروها. هذه الحملة هذه. وشنو رأيك في القرار ديال هدم القاعة هذه؟ والله القرار هذا القرار تيخص الناس، ولكن لا يعقل الإنسان باش تهدم هذه القاعة، وهذه القاعة عندها تاريخ، عندها الناس اللي دازوا فيها أبطال، دازوا فيها الناس اللي في المستوى العالي، وهذه القاعة ما كانتش مغطية وتغطات في 1983 بمناسبة الإعلام روح الوسيط في 83 هي والسمسي. وهذا نجا هذا القرار الله يعقل، بغاو يهدموا خصهم هذه القاعة راه معلمة. خصها تبقى هاد القاعة يصلحوها، واه ترمم الترميم ديالها وتصلح وتبقى هنايا وداخل في المنظومة ديال الحديقة. الإنسان ما باش تهدم راه حشومة هادشي الإنسان، ودازوا فيها أبطال أجيال. راه عندنا واحد تقريبا واحد 500 ولا 600 ديال الأطفال اللي تيمارسوا هنايا، المدرسة ما بين المدرسة وشوف لي كاتيجوري اللي كاينين في الوداد هذا، هادشي اللي كاين اللي بغيت نقول. هاد القرار أنتم يعني كجماهير ودادية غضبكم هاد القرار؟ من طبيعة الحال الإنسان واحد القاعة اللي دوزتي فيها واحد وانا سنين هذه القاعه من 1978 وانا تنعرف هذه القاعه، انا راه باقي كاع ما خدمت هنا ولا شتي تنعرفوا هذه القاعه كيفاش كانت وكيفاش شكون اللي دوزات. السلام عليكم، كيف ما عودتنا الوانرز ديما كدير التبرعات في التيران هذا، التيران اللي كيف ما عودنا فهمت كدير فيه الاعمال الخيريه وداك الشيء، وكنبغوا نوصلوا ميساج لكاع المغاربه يكونوا حتى هما هكا ويديروا بحال المبادرات الخيريه وديما ويدير. شو رايك في هذه القاعه هذه اللي قالوا انها غادي؟ هاد القاعة هادي بالنسبة لنا واحد المعلمة تاريخية فهمتي، عيب أن فهمتي تنتشر بالطريقة هادي وكيديروا فيها الأعمال الخيرية فهمتي، ما عيب فهمتي بالطريقة هادي فهمتي بلا سبب. شو تقول المسؤولين اللي بغاو أنهم كنطالبوا منهم إعادة النظر في هاد القرار هادي، حيت فهمتي قرار مخذ بطريقة متسرعة وما عنده حتى معنى فهمتي، حيت هاد القاعة فهمتي واحد المعلمة تاريخية وما بغيناش تنتشر بالطريقة وصافي. أنتم كجماهير ودادية غضبكم هاد القرار؟ غيخدم جماهير ودادية وجماهير المغربية كافة أنا صاحبي، راه حيت بحال القاعات الرياضية ما بقاوش عندنا بالنسبة لكازا فهمتي، يعني ما خاصناش نزيدوا نقص منه، خاصنا نزيدوا فيهم فهمتي، وهذا الشيء اللي كنطالبوا في إعادة النظر في هذا القرار هذا وصافي. شكرا لك أنت على التبرع ديالك. مرحبا، الله يحفظك. كيفاش جاتك الفكرة أنك
تجي تبرع بالدم هنا؟ فكره عاديه اخويا، كتضامن تبرع الدم عاد كاي كمواطن كاي انسان غنجي غنتبرع بالدم لخوتنا عاد، ما كاينش مشكل. القضيه ديال القرار انه قالوا غير يبوها تبقى عاد وريبوا هذا القرار، هذا ما قرار اول حاجه، وثاني حاجه ريبوا ما انتم دائما كديروا هنا الاعمال الانسانيه، الاعمال الخيريه كديروها في القاعه هذه؟ في كل عام كنديروها. و شنو تقول هذو اللي جاوا القرار انه غادي يريبوا القاعه هذه؟ هما قرار موالو الصراحه، لا ما كاينش بديل فين غنديروا هادشي. خو هاد الشيء ديما كنديروا، خوتنا محتاجين راه كنوقفوا معاهم، الدم كنعطيو لله في سبيل الله لخوتنا اللي محتاجين. الحمد لله، الله يجيب الشفاء للجميع، الله يشافي الدراري كاملين المراه. كيف جاتك الفكره انك انت جيت تبرع بالدم؟ خو فين ما كدير المجموعه ديالنا راه كنجيو معاهم، كنجيو فرحانين بالعكس، فهمتي؟ الله الا شرف لينا نجي نعطيو للاخوه ديالنا الدم. ولا كنديروها مره كديروها؟ ديما كنديروها اخو الله حق. شنو رايك في القرار ديال الهدم ديال هاد القاعه هذه؟ اخو راه بزاف هادشي، راه هاد القاعه راه كبرنا فيها، وكنجيو الدراري ديالنا كيترينيو هنا، راه حشومه هادشي اللي كيديروا فيها. الله يصاوب اخو. يا ربي هاد القرار هذا ما عجبكمش؟ لا ما عجبناش كجماهير ودادي. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.